فالمشكله ويا مركز فروزن انه انا بهذا اليوم، بيوم اللي هم كانوا مسوين عرض مجاني، انه انا اتلقيت تهديد تليفوني ومسجل وبرقم معين باسم شخصيتين اللي هي سوت الشوشره هاي كلها. ممكن تسويها على مود اعلان، تسوي لهم اعلان يعني، وباسم شخصيه ثانيه اللي هو احد اصحاب المحل او الصالون. اوكي، بهذا اليوم انا تلقيت التهديد، اخذت اتصلت بالشرطه ورحنا للمكان، وطبعا هم كانوا موجودين وما قبلوا يطلعون، وختلوا بين قوسين ما قدروا يواجهون، لا يواجهوني ولا يواجهون الشرطه للاسف، انهزموا. فممكن احد صور ونعرف احنا كل واحد يحكي بكيفه، فمو معناها اوكي. نكمل لكم القصه، بما انه انتم كلش تحبون القصص وكلكم تكتبوا لي دكتوره كملي 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 القصه. ما طلعونا وما واجهونا، وعلى هذا الاساس احنا اقمنا دعوه 2 أو 3 ما احب اعلن اساميهم، وشخصيه اللي هي كانت تروج لهم بس للاسف روجت لهم بطريقه كلش سيئه، ما لي علاقه باللي نشرت البيجات وش حكى ومن حكي. انا وضحت لكم انه سبب وجود الشرطه، رغم انهم كذبوا وقالوا انه الشرطه اجتي لحمايتنا. طبعا هاي البي دي فشي روبي او روبي رود هيشي، يعني انه المفروض اتعارك بيها، بس انا عمري ما تعاركت ويا احد ولا اسأت لاحد ولا كنت مصلحتي ويا احد، لان ما محتاج احد والحمد لله يا ربي الحمد لله، الكل احتاجني. فمثل ما قلت لكم انه خلص، بما انهم انهزموا وطريقة الترويج كانت سيئة للأسف، يعني ممكن مختارين إعلامية خاطئة، لان هي عندها مشاكل شخصية وياي، وما احب اقول شو المشاكل هالشخصية